السلام عليكم، مبروك العيد. اليوم غنخدموا مع بعضياتنا واحد التشكيلات ديال الحلوه، اولا كنهضر على شكل واحد. هذا اللي شفناه ديال غريبه الكوك راه كتجي اكثر من رائعه، وصدقوني الا قلت اكثر من رائعه راه فعلا كنحماق عليها، وكنديرها تقريبا كنديرها في كل عيد في كل مناسبه، حيت المذاق ديالها كيعجبني لمحبي الشوكولا. ومن الوصفات اللي كتكون ناجحه عندي كنكتبها في واحد الكتاب، هذا اللي كتشوفوا كاتبه فيه واحد الوصفات. المهم غادي نبداو بالطريقه على بركه الله، ما نساوش نقولوا بسم الله باش ربي يبارك لنا في الاكل ديالنا. 250 غرام زبده خاصه بالحلويات تكون على درجه حراره المطبخ، نزيدو نص كاس سنيده سكر حبيبات. الطريقه راه معروفه ديال اننا ندلكم بصباعنا حتى يولي على شكل بوماد عجين رطب. تظن كتسمعوا الحولي الاجواء ديال العيد، اللهم ادمها علينا نعمه. صافي من وراها غادي كنزيدو الزيت كاس الا ربع ديال الزيت النباتيه، نفس الطريقه نعاودو نخلطو ثاني مزيان. نضيفو جوج بيضات، واحد جوج معالق ديال قهوة سريعة الذوبان، نذوبوهم في واحد المعلقة ديال الماء باش كنسمو بيهم كما كتشوفو. صافي، المهم الطريقة انا غادي نخليكم تشوفوها، وفي ما كانت شي مكون راه غادي نعلق عليه. المكونات غنخليهم لكم كاملة مجموعة في صندوق الوصف ان شاء الله، ولكن قبل غنقول لكم اللي كتشوفني اول مره فات نقول ليها مرحبا بك، دخلي الشاركي معنا في القناه وفعلي جرس ديال التنبيهات باش يوصلك اي فيديو كنحط طبخ بعد المرات روتينات واي حاجه كتخص المراه كتهمها. مرحبا بك. المهم غنزيد واحد المعلقه كبيره ديال الكاكاو مر، الدقيق الابيض حسب الكميه غادي نجمعوها ملييش ولي رطبه وما كتلصقش مع يدينا، تما غادي صافي غادي نحبسو. بقاو نزيدو بالتدريج باش ما نقويوش، يكون الدقيق مغربل. والحلوه دائما نزيدو فيها واحد القبيصه ديال الملح، رشه ملح غير باش تعدل لينا المذاق في الاول في المكونات. بالنسبه للخمار غنحتاجو غير خماره وحده، اللي بغات الكميه كثيره هذه راه غتعطيني لاطه ديال الحلوه، اللي بغات انتما تشوفوها في الفيديو، اللي بغات كميه كثيره راه غادي تضاعف المقادير. واش كاين احسن من هذه الاجواء؟ الخروف حاضر انتما كتسمعوا فيه، الوليدات فرحانين، الام تتصيب الحلوه، والحمد لله هادو هما الاعياد ديال المسلمين كنعظموا الشعائر ديالنا. وراه غنزل لكم واحد الروتين تحفيزي في تحضيرات ديال العيد وتعظيم الشعائر. الحلوه كنكوروها الصراحه كورتها في الاخر، وانا نقول راه كاينه اللي مبتدئه ما عارفاش حتى الطريقه ديال التكوار ما كتكونش عارفاه. المهم ها هي الطريقه، ما بين الراحه ديال اليد ديال اليد ديالنا، المهم ديك الوسط بحال كتكون مضغوطه الوسط ديال اليد بالطريقه اللي شفتو في الفيديو كندوروها.
التزيين دابا راه طاب، الطياب ديالها راه كيكون على درجه حراره خفيفه، ما كنسخنش الفران، انا عندي فران مجهد ما كنسخنوش قبل. الطيب نحس بها طابت من التحت، ونهبطها شويه تشد راسها من ثاني الفوق ديالها وصافي. بالنسبه للسميتو راه كندير كونفيتور داك الجاري، وكنزيد معاه الماء زهر، وزلافه اخرى درت فيها الكوك، وزدت معاه واحد المعلقه كبيره ديال الكاكاو. المهم تزيدي فيها حتى يبان لك راه كحال بحال هكا، وزدت فيه واحد المعلقه صغيره ديال السكر كلاصي، وصراحه زدت فيها حتى داك نيسكافي ذوبته مع واحد شويه الماء وزدته باش نستمتع به. ولكن ما تقويوش الماء، ما تقويوش، لان يقدر غادي يولي عندكم ما غادي يولي الكوك خايب، ما يبقاش ناشف. والطريقه راه نتوما كما كتشوفوا، غطسوا الكرات في الكونفيتور هو الاول صافي. ملي تحسي بها شربات مزيان هذيك الساعه هزيها وسقطريها، ما تسش مع الكميه كبيره ديال الكونفيتور، وديريها في الكوك باش وغبريها كما كتشوفي بها. الطريقه هذه سهله سهله، والمذاق كيجي واعر صراحه. انا اللي كنعشق هذه الحلوه هذه بالضبط. هاكي كتشوفوا كيجي المنظر ديالها، حتى هو كيجي منظرها زوين. بنتي حتى هي ديما كنقول لكم الوليدات الا بغاو يساعدوا ما تقولوش لهم لا، قول لهم اجوا مرحبا بكم، حتى هي كتساعدني.